للمزيد بشأن الانتفاضة السودانية معي مباشرة من لندن وعبر سكايب الناشطة هاجر طه. هاجر أهلا بك اليوم، يعني أنا تابعت صفحتك على تويتر، ما شاء الله أكثر من 4500 تويت. خبرينا ماذا، ما كانت آخر تغريدة غردتي بها اليوم على تويتر؟ أهلا مروان، آخر تغريدة غردت بيها كانت على حركة جريفنا. كانوا عاملين بيان عن استخدام القوة والرصاص الحي ضد المتظاهرين في نيالا، فأنا عملت ريتويت نعم للبيان اللي هم طلعوه. نعم هاجر، للأسف ما عم بيكون هناك إحصاءات وأرقام دقيقة بعدد القتلى وعدد المصابين، يعني أنتم كنشطاء خارج السودان كيف عم تقدروا تحصلوا على معلومات دقيقة وأرقام أيضا دقيقة؟ والله هو يعني كان قبل وقت الـ تويتر وفيسبوك وغيره من السوشيال ميديا، كان بيبقى في تعتيم إعلامي من الحكومات دايما، ما بيبقى تبقى الأرقام غير واضحة وغير معروفة. بس دلوقتي بقى من الصعب، يعني دلوقتي بقى في ناس على الأرض بيقولوا دول عدد الناس اللي توفوا. يعني البيان اللي طلعته جريفنا كان بيقول في 12 متظاهر اتقتلوا، يعني ما فيش تضارب على ال 12 اتقتلوا. الحكومة قالت 8 أعتقد امبارح، بس من الواضح ان هم 12 زي ما جريفنا قال. هاجر، بتعتقد انه السوشيال ميديا واحده كفيله بانه توصل صوت المنتفضين وتوصل معلومات ادق عن الانتفاضه في السودان تحديدا؟ طبعا السوشيال ميديا مش بس في السودان، يعني في كل مكان دلوقتي النشطاء على الارض بقى يعتمدوا على السوشيال ميديا بشكل كبير. يعني بقت هي دي الحاجه اللي بيثق فيها النشطاء، بيثق فيها الناس بصفه عامه. فأعتقد طبعا إن السوشيال ميديا تقدر توصل صوت الانتفاضة في السودان للناس نعم برا. هاجر، يحكى عن ممارسات قمع وحجب العديد من مواقع الإنترنت وشبه تعتيم لكل ما يجري بالسودان، تعتيم حكومي، كيف يعني تتواصلون مع النشطاء في داخل السودان؟ والله هو مؤخرا كان في صعوبة للوصول لنشطاء كتير. يعني في أصدقاء ليا كتير في داخل السودان تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة في جامعة الخرطوم وغيره، فكان من السهل قبل كده الوصول للنشطاء. يعني اللي حصل في خلال الشهرين أو 3 شهور اللي فاتوا في السودان ما حصلش من أعتقد من عقد أو يمكن أكتر، أنا ما أعرفش لو كان أكتر. بس يعني إن مسألة إن النشطاء بشكل كبير كده يحصل لهم ديتنشن ويبقوا في السجن لفترات طويلة، يعني فهي طبعا مشكلة كبيرة. بس في الشهرين أو 3 شهور اللي فاتوا نعم هي الوصول فعلا للنشطاء، نعم أصبح الموضوع صعب. هاجر طه المدونة والناشطة كنت معنا عبر سكايب مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا.